بتقولوا اه لا مش محمد ما تقولهاش هيك ولا من زلعيمك اه اه يا ابو كده اه مش اه 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 انا عرفت ليه هي في المسرح اول ما لقيت اه اه انا احنا عندنا سهله ايه اه سهله مش انا كده مية كده رايقه قوي يعني ايه انا مش جاي نوم انا نمت بعد الظهر وانا كمان انا نمت مرتين مرتين انت دب قطبي شو كمان ها قولوا سباكيتي مكرونه ايوه هو مكرونه مع كرونه مش بنقول هي بنقول لها مكرونه انا وجدك نقول سباجيتي تعرفوا اسباني باكيتي انت من اسباني لا بس قول انا بتحت في العربي زي ما انت شايف عارف اسباني شو كمان جراسياس ميرسي رديت عليا بالفرنسي يعني شكرا انا فاهم يعني ايه ميرسي انا فهمت Je vous en prie. Je vous en prie. Thank you. Welcome. Un kangou, je t'en prie. On peut l'air français. Je vous en prie. Tu connais le French professionnel? Là. Là. En dehors de l'autre, tu faisais là. Ou ah, 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 là. Mais toi, tu fais ça là. Là. Ah, aïe, aïe. Là. مش تحس ان هي مبرمجه عروسه بكلم عروسه هل انت تتناول كاس الشراب سأتحدث اللغه العربيه الفصحى الان العد التنازلي 9 8 7 2 ثلاثة واحد لا قول واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 15 16 17 18 19 أنتوا عندكم أرقام حتى المية إيه؟ حتى المية إيه؟ حتى المية يعني احترم احترم حتى المية حتى المية يعني حتى توصل المئة لغاية المية؟ المئة المئة مية مية درية مية درية يعني مية دور والله لو قمتوا من النوم لقيتوا نفسكم بره الاكاديمي اعرفوا ان انا رميتكم بره اوكي من وين من وين من اي حته منين او غرقتكم في البسين من اي حاجه ممكنش انتوا فظاع فظاع انت كمان فظيع فظيع ايه من اذربيجان ايه ده حتى الا لا لا مش كتير تحس واحد داس على رجليها واه عندنا الصعايده واه 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 اباي ابوي ابوي احنا بنقوله والله انا بهزر يا جماعه فعلا اكيد بس هو فعلا انا فعلا بالنسبه لي المغربي بالظبط لو قاعد مع ياباني ومغربي الاثنين بالنسبه لي نفس مش فاهم اي حاجه اي حاجه ولا كلمه ولا حرف لا بس يتكلم معاك زي لغتك انت دلوقتي بتتكلمي دلوقتي مصري انت دلوقتي بتتكلمي مبسط صح مغربي بس انا بتفهمني كل كلمه انت عشان تتكلمي مصري لو اتكلمتي معايا مغربي هتلاقي حيوان سلابندر قاعد قدامك تلاقي الشفه ضربت لفوق بتعمل كده ده مين اللي بيعمل كده؟ ده رياض المنفلوطي اصغر ضابط سجن حصل في التاريخ شو اسمه هاي؟ شو محمد سعد محمد سعد؟ الليمبي الليمبي ايوه بس ايه طيب؟ سبحان الله شوف مع اننا كلنا عرب وبنتكلم عربي كل حته ليها لكنه صح يعني حتى في المغرب عندهم في لكنات صح يعني احنا اللهجه الاساسيه مش فاهمينها تخيل اللكنات صح انتوا عندكم في المغرب انت قاعده في حته زي الصعيد كده مثلا لا مدينه كبيره قوي يعني انتوا الاصلي انتوا العاصمه زي العاصمه لا انا اللي قاعده فيها عاصمه انت لكنتك مختلفه عن اقول لك العواصم نحن عندنا بالمغرب
في عنا عاصمة اقتصادية وعاصمة سياسية وعاصمة عاصمة. العاصمة 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 هي الرباط. العاصمة الاقتصادية تبع المغرب هي كازابلانكا، والعاصمة يعني السياحية هي مراكش. الاقتصادية كازابلانكا. كازابلانكا فيها معامل وسياحية بلد كبيرة أو. أنا عاصمة. أنا عايشة بعاصمة سياحية. سياحة مراكش. سياحة جامدة. فيها سياحة جامدة يعني. خلاص عرفنا أنت خلاص. أنت من سواح. يا بون سواح. لا عن جد. وجدة هي عاصمة الشرق. الشرق. عاصمة الشرق. البلد كلها عواصم. عندنا القاهرة بس. اسكندرية عروس البحر المتوسط بس خلاص يعني عادي. لا بس عندها شرم الشيخ. يعني لو كده عاصمة السياح شرم الشيخ. الغردقة. شفت الضحكة؟ حتى الضحكة مختلفة. بجد بس جميل يعني. انتوا المغرب كله بيتكلم بسرعة كده. ايوه. وبتتكلموا فرنش؟ ايوه. يعني انتوا في الاغلب بتتكلموا فرنش ولا انجليزي؟ الاثنين. نحن بنتكلم كل اللهجات يعني. نحن كان في مناطق مستعمرونهم الاسبان مثل طنجة وتطوان وهيك شيء. زي العرايش بيتكلموا اسبانيوني يعني. من ياسين. هيك كانوا بيتكلموا اسباني والماني. والماني. وسبتة كمان. سبتة يعني هي ما في المغرب. ماليريا نادور. كتير حلوة. هي شو؟ حدود. الحدود بينها وبين الاسبان. يعني قريبة من الاسبان. مش بعيدة عن الاسبان. قريبة. كتير. وإحنا وجدة. وجدة بينها حدود. بينها حدود هنا. وجدة هنا. وبلد. بلد دخلة تقريبا في بلد. وحدود. جبال مش عارفة ايه. والجزائر كلهم بيتكلموا فرنش. كلهم مفيش حد صح. نحن قرب لبعضنا كتير. مفيش حد بيتكلم عربي نهائيا. يا مهدي عشان اتفاهم معاه بعاني. لا بس عادي يعني. انا بحب انا بعرف اتكلم فرنش قوي شويه بس وانجلش شويه بس ما بحبش اتكلم بيهم. والله العظيم احنا عيني ما باليد حيله. ما عندناش حيله غير ان احنا نتكلم بالعربي. والانجلش يعني انا اصلا انا مش مقتنع بصراحه ان انا اتكلم انجليش مع حد عربي. صح. وانا ولا انا ده اللي جايبني ورا خد بالك. صح. يعني انا دلوقتي احنا قاعدين كل واحد بيتكلم بلغه. لا ما بحبش. انت راح حصان بس متذكر متحضر. يعني في حصان هناك قاعد اتنين حصانه بيتكلموا مع بعض زي مالهم كده. صح يا حصان. اعود يا عود. انت مالك قاعد؟ لا عود يعني عود. لكن هنتكلم انجلش تعبان عيوني تعبان. حاجه حلوه لو هنتكلم انجلش. شو مالها عيونك؟ رح تشوفينا عادي تعالى. اوكي. لكن اخاف اعصب واطقش نفسي مساء. انا جاك ومهدي. جاك الله يمسيه كل خير. كان بينام جنب مهدي. الاثنين بقيت بقول لهم ما ينفعش تناموا جنب بعض. ليه؟ بفرنش. فرنش. بيحكوا فرنش. زي لو يعني الحمد لله ان انتوا مش ولاد. الحمد لله. قاعدين معانا في الاوضه وكان زماني ولعت فيكم من زمان. ايش بقى انا اقول لك؟ لا الفرنسي مش خشخشه. لا ده المغربي. المغربي بالنسبه لي اصل احنا انت المصري سهل انت فهمت. وانا ما عندناش ميديا مغربيه يعني. مفيش فيلم مغربي مثلا ممكن يجي نشوفه عشان نفهم. انتوا ما عندكمش تي في يعني؟ ما عندناش المغرب. عن جد شانيل يعني فيها افلام مغربيه جميله. ترجموا بس ممكن يبقى خلاص كده بوف فيلم تونسي يجي. ومش بنشوفه عشان مش بس انت اذا بدك ممكن تجيب حدا وتقول له بدي قناه مغربيه ويدخل لك اياها. المشكله ايه الفايده مفرغ قناه انا مش هفهمها. بس تعلم. لا يتكلمون عربي. زي مثلا ايران لا يتكلمون عربي. ايران بيتكلموا فارسي. فارسي. فارسي بيتكتب عربي. صح. بس لا يعني احنا نيجي نقراه مغرب. المغرب انا دائما احط المغرب يتكلموا عربي. كمان في تركيا لاحظت. تركيا بيتكلموا تركي. بس كاين فيهم اللي بيتكلم تركي. انا تعلمت تركي. كلمني شوية. أشكم يعني أشكم. تعرف أنا إحنا قبل من